امتنان ومحبة للجهة الشرقية والسيد رئيس الوفد المحترم باقة ورد عربون امتنان ومحبة لكل الأهل والشرقة سبحانه سبحانه دراما جميل مرحبا بكم يا بكم يا عودة عبد الهولي وو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 
الشرق حاضرين ناشطين صحتكم جهه طنجه دي بوان الهزيمه مرحبا بكم في حاضرة جهة سوسمسة، مرحبا بها جهة طنجة التي عودتنا دائما على الحضور في معظم المحطات الوطنية، جهة التي تعتبر من الجهات الرائعة والرائدة في مجال الرياضة خاصة الرياضة المدرسية، الجهة المدرسية باقت ورد عرب امتنان ومحبة، باقت ورد لكل الوفد المشارك ووردة طبعا وردة للمؤطرة عربون محبة عربون طبعا محبة جميع الرياضات الدفاعية جهة بريبلا الخليفة هي الثانية ببطولتها هذه الجهة التي طبعا صدمت مجموعة البطولات الوطنية يوم تصل بحفظ الله ورعايته إلى تأكد حاضرة سوسمسة بجهة إفرا مرحبا بكل الأطفال مرحبا بكل المنتسبين للقطاع المدرسية من أهل الغنى أيتما يسمى ولا كل مكان غيشتر أهل أسلي مير غن تسجع إفرا بالأحضان الرحمة والترحيب الخاص بهذه غادي نمشيو نشوفوا المعرض ديال البيئة ونتعرفوا على مجموعة ديال المعطيات وبعد ذلك غادي نمشيو نرتاحوا لوطرا بلي بلا عضو المكتب الوطني أيضا مرحبا ب
بالأبطال، مرحبا بالبطلات، وهنيئا للعنصر النسوي طبعا اللي حاضر معنا. هذه مناسبة باش نقول لكم عيد ميلاد سعيد، وبالنسبة عيد المرأة 8 مارس، عيد المرأة اللي احتفلنا بها. ولذلك كاين البديل هو تحليه مياه البحر عن طريق واحد المشروع اللي هو ضخم ضخم كبير، غادي تعرفوا عليه من خلال واحد المجموعه ديال المعطيات. هنايا كاين واحد 4 ديال المليار درهم اللي سنويا يعني يوميا كتعطينا تقريبا 250 الف متر مكعب ديال الماء. بطبيعة الحال هو اللي غادي نشربوا اليوم، هو اللي عالج فينا المشكل ديال الجفاف اللي كان عندنا في جهه سوس ماسة. علاش المشكل ديال الجفاف؟ عنده علاقه بالتغيرات المناخيه، وعنده علاقه كذلك بطبيعه الانشطه الفلاحيه اللي كنستعملوها.